طيب، بمناسبة الزمالك والعلاقة الطيبة مع النادي الأهلي والتي يجب أن تبقى طيبة مهما أثير حواليها الكلام ومهما تدخلت فيها بعض الأمور، كانت الأمور اللي أثيرت في الفترة الأخيرة الحقيقة خاصة برعاية المستشار تركي الشيخ للنادي الأهلي، الرئاسة الشرفية اللي منحها له مجلس الإدارة، واللي بعدها أو قبلها أثيرت أقاويل كثيرة جدا من نادي الزمالك. طبعا مش هنعيد ونزيد في كلام أصله كفيل، والكلام اللي اتقال كتير جدا واترسمت عليه كاريكاتيرات كتيرة قوي واتقالت فيه تصريحات من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. هو كفيل بكلمة، يعني إيه المقصود منه؟ آه على أي حال يعني خلينا نقول هذا الأسبوع الجملة اللي بدأ بها المهندس عادل الحلقة وسط كل هذا الزخم في علاقة تركي آل الشيخ بالنادي الأهلي وكل الكلام اللي بيتقال من قبل نادي الزمالك رئيسا وجماهير ومسؤولين عن هذه العلاقة، يعلن رئيس نادي الزمالك الأستاذ مرتضى منصور في مؤتمر صحفي منح تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك بقرار مجلس الإدارة. بقرار مجلس الإدارة يقابل بتصفيق وبعاصفة من التحية، وبعدين نشوف الأول القرار. أنا سافرت السعودية ما يعوز على حسابنا، إحنا حرين يا خالد الغدور. إحنا أنت أصلاً زملكاوي أنا بشوفك صح. إحنا حرين. حدش علينا حاجة. أنا بشكر تركي الشيخ على الاستقبال الحافل اللي أنا استقبلت بيه والوفد معايا فوق الوصف. أنا الوحيد اللي خدني في عربيته، في عربيته كان فيه وفود من كل دول العربية، في عربيته لغاية بيته عشان يعزمني على العشاء. الوفود كلها راحت فوق. بشكره. تخيل تركي الشيخ. انتحر بقى. انتحر. مجلس خد قرار اهداء الرئاسه الشرفيه لتركي المستشار تركي الشيخ من غير فلوس. وكأن القدر أراد أن يضع النقط فوق الحروف ويحسم هذا الجدل. أيوة. الذي بفعل فاعل وبمثل أحاديث كثيرة وإيماءات كثيرة وناس مش عاجبها العلاقة اللي بين الأهلي وبين محب كبير زي ما علي تركي الشيخ، فلازم الضرب في العلاقة. حتى بدأ بعض جماهيرنا يتأثر من هذا الكلام، فيهديك القدر مثل هذا الموقف اللي هو الاختبار بقى. طب تعالى بقى، رئيس شرف النادي الأهلي يعرض عليه الرئاسة الشرفية من نادي الزمالك الذي كان يراه كفيلا وكان يراه كذا، ثم يعني ينتشي بالاستقبال الحافل وبالدعم الكبير، ثم الرئاسة الشرفية. جاءت ساعة الحقيقة. الحقيقة ساعة الحقيقة ما استمرتش أكتر من ساعة. التعبير مجازي من المهندس عدلي، لكنها فعلا ربما دقائق قليلة من إعلان رئيس نادي الزمالك منح المستشار تركي الشيخ الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، دقائق فقط، وغرد تركي آل الشيخ عبر تويتر. اولا كان ممكن نعرض لحضراتكم نص التغريده والتوقيت بتاعها بالظبط، لكن المشكله التقنيه النهارده في الانترنت في القناه حلت دون داء، لكن لو بصينا في التوقيت هي دقائق تقريبا. لكن انت مضمون التويته معاك، انما المضمون انه اولا بيشكر نادي الزمالك رئيسا واعضاء وبيقدر الجميع وبيأكد رفض وقبول هذه الرئاسة الشرفية. ليه؟ أيوة، لأنه قال قبل أن أكون رئيسا شرفيا للنادي الأهلي فأنا محب وعاشق للنادي الأهلي، أنا أهلاوي عاشق للأهلي، ما أقدرش أقبل رئاسة شرفية لنادي الزمالك مع احترامي الشديد ليه.
واحترامه لكل الانديه المصريه والتمنيات وبالتوفيق للجميع. انه تحت رهن النادي الاهلي في كل شيء. لكن بعتقد بهذا الحسم وهذا الجزم قفل الباب حوالين الكلام الفارغ اللي مين بقى كان يستطيع ان هو يفضل يتكلم ويديك لحظه زي دي؟ مفيش اقوى من هذا. يعني شاء القدر ان يهديك هذا الموقف عشان يقفل الليله، يخلص لك الكلام، يقفل ليله بقى اللي حد هيقدر يقول لك الكفيل ومش الكفيل، محدش هيقدر يفتح بقه. واخد بالك؟ لان العلاقه علاقه محب بنادي، وهو رجل رفيع المستوى، رفيع القدر، ها، شديد الحب. اختار الاهلي، فرحب به الاهلي، فرحب به الاهلي. ناس كتير ازعج هذا الحب الذي يترجم الى فوائد للنادي الاهلي، فوائد كبيره، فسعت الى ضرب هذه العلاقه وفشل المخطط وارتد مش عارف ايه الى ايه. هذا كلام جاء في توقيت مناسب يدعى انقطاع الحروف. كانت النتيجه ان خلاص جمهور الاهلي استوعب هذا الامر. طبعا في محاولات ما زالت مستمره، ها، ما احنا من الاول ما كناش عايزين، ما احنا من الاول ما كناش مش عارف ايه، ده من الجهه الاخرى. وان ده وصل الامر بمن يعني هالهم الموقف، انه دي تمثيليه، حاجه تضحك، وناس لا تيأس من ايجاد التحليل. طب ما نشوف رد فعل رئيس نادي الزمالك على قرار تركي آل الشيخ زي ما قالوا في صدى البلد. النهارده اعلنت انه منح المستشار تركي آل الشيخ الرئاسه الشرفيه لنادي الزمالك، ثم بعد ذلك مكتبه في القاهره اعتذر وشكر نادي الزمالك والقلعه البيضاء. استقبلت هذا الامر ازاي؟ لا طبعا، بص، احنا استاذ احمد، انا اول واحد اصطدمت بهذا الرجل لو تفتكر، وبعدين قعدنا اصطلحنا، مش اصطلحنا يعني، كان هو راجل اهلاوي زيك كده بطريقه يعني جامده، واخد بالك؟ ودي حاجه كويسه، كل واحد يحب النادي اللي يحبه يبقى كده بيدافع عنه، دي حاجه كويسه مش وحشه. اهلاوي؟ لا، اهلاوي زيك كده بيغيظ يعني، متعصب شويه. لا لا يغيظك يعني، يعني يغيظك يعني، هو كل شويه يبعت لي حاجات كده في التليفون بعكسك اسمها بالظبط كده. فالمهم ان احنا راجل محترم، حصل حصل اجتماع. الراجل ده محب لمصر فعلا جدا، الراجل ده عاشق لبلدي، نعم، الراجل ده عمره ما حس ان هو سعودي، نعم، حس انه سعودي مصري او مصري سعودي، صحيح. لما انا سافرت يا استاذ احمد عشان البطوله، القرعه البطوله العربيه، اي، يكفيني انه من ايدي لعربيته لعشا في بيته. انت عارف احنا فلاحين، انا من مطامر او مشالوش طبعا، الحاجات دي عندنا مؤثره جدا بالنسبه لنا. كلام جميل، هو اكد على اهلاويه الراجل وانه باهلاوي متعصب وبيناوشه، لكن طبيعي جدا، راجل عربي جواد من الجود، قالوا حتى لو المنافس للنادي المفضل، ها، يلجا اليه، هنعتبر انه يلجا اليه او ما يلجاش اليه لسبب ما، جاء عليه حل ضيفا عليه، طبعا طبعا، ان يقوم بالواجب معه. هذا كلام يعلي قدر الانسان، ولا ينال من ولائه وانتمائه ووفائه، وكلنا اصبحنا مدركين هذا الامر وشايفينه. المشكله طويت والسحابه عدت التي اراد يعني البعض ان يحولها الى عاصفه رعديه، فجت كده تداعب بنسيم وقطرات جميله من الخير. اعتقد إن ربنا إدانا اللقطة دي عشان يقفل ملفات كتيرة جدا، لأن القادم أفضل بإذن الله أستاذ إبراهيم لكل الناس بإذن وأولهم الله، وأولهم الأهلي بإذن الله.